شكرا سيدة إساد. نقطة نظام كتسي في إطار المادة 151 من النظام الداخلي. طبعا من المعلوم أنه الفقرة الثانية من المادة 262 من النظام الداخلي كتنص على أنه توزع القطاعات الحكومية على 3 جلسات، على أن يبرمج كل قطاع حكومي مرة واحدة في الشهر على الأقل. اليوم هذا القطاع خص يكونوا فيه 10 وزراء حاضرين على الأقل، على الأقل 10 وزراء يكونوا حاضرين، يحضروا معنا 4 قطاعات من أصل 10. هذا استهتار للحكومة من المجلس ومن نظامه الداخلي، لأنه كان من المفترض يكون معنا اليوم السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باش يجاوب على الإشكالات اللي كاينة الآن في إضافات الأساتذة، باش يجاوب الآن. شكرا السيد النائب، شكرا. الله يخليكم، شويه الهدوء. الله يخليكم. تفضل سيد النائب. هذه نقطة نظام، غير تسعوا شويه في خطركم. قلت السيدة عائسة كان مفترض انه من بين القطاعات الأساسية يكون معنا اليوم السيد وزير التربية الوطنية. هناك إشكالات في الإضافات، هناك إشكالات في عدم التلامذ، ما كيمشيوش للمدرسة السيدة عائسة. اليوم التلامذ المؤسسات مغلوقة السيدة عائسة، وبالتالي واش حنا في فضاء للكلام والنقاش ام في فضاء للتشجيع؟ الله يخليك تجاوزتي الوقت. شكرا على الملاحظة.